هنبتدي النهاردة نشرح تالت موضوع في الدروس بتاعت الـ Differential Diagnosis of Bleeding in Early Pregnancy. والصراحة وألزوم على الإطلاق، يعني كان البداية عندي لو واحدة جات لي عندها نزيف في أول 3 أشهر، أول حاجة هفكر فيها الأبورشن بأنواعه، يبقى threatened، يقلب inevitable، complete أو incomplete. ده يمثل حوالي 10-20% من bleeding disorders in early pregnancy. تاني حاجة تيجي في دماغي الحمل خارج الرحم ectopic pregnancy اللي نسبته أقل من كده بكتير 1%، أي نعم زادت ل 3% recently مع زيادة الانفكشن والvitro fertilization وأسباب أخرى كتيرة. تالت حاجة نفكر فيها ونسبتها 1 على 1000 وأقل لهم تماما هي الحمل العنقودي. الموضوع ده الشرح بتاعه لذيذ جدا، وألذ حاجة فيه هي الصراحة الباثو فيسيولوجي، ازاي يتكون عندي عنقيد عنب زي ما هو، يعني من الاسم باين، يعني النورمال انك تلاقي بيبي وامبليكال كورد وبلاسنتا وامنيوتيك فلويد. هنا بقى تلاقي كلام غريب جدا، هتلاقي الرحم مليان فاسيكلز 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 زي العنب عنب عنب، علشان كده جه اسمه الحمل العنقودي، كأن الست حامل في عنقود عنب. خدوا بالكوا ده غير الحمل الغزلاني، راجع بقى الشابتر بتاع حاجه اسمها ده ديسيديوال هيموريدج اللي بتحصل في اول 3 اشهر. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف قصه الحمل العنقودي ده بيحصل ازاي. وعلشان نفهم مع بعض ايه هو الابنورمال لازم نبتدي الاول بالقصه النورمال، ونركز قوي مع بعض مع البدايه اللي كلنا عارفينها. عارفين ايه؟ عارفين ان علشان يحصل حمل محتاج 23 كروموزوم من الاب، ومحتاج ان يجي كمان 23 كروموزوم من الام، علشان اما يتحد الباترنال والماترنال كروموزومز دول اللي هيعملوا له باذن الله البيبي بتاعي. بس تعال نشوف في كده شوية قوانين إلهية هنتكلم عليها الأول، هما بالتحديد 3 قوانين هتفرق معانا أوي في الموضوع. القانون الأول بيقول إيه؟ بيقول إن لو جه 23 كروموزوم من الأب مع 23 كروموزوم من الأم هيعملوا خلية عبارة عن 46 كروموزوم، وهو ده الطبيعي. بس هذه الخلية الحية سوف تؤدي إلى وجود جنين. لماذا؟ لأن يوجد عندها المناصفة بين الشير من الأب والشير من الأم. يا دكتور هو ينفع في حاجة تانية؟ طب تعال نشوف القانون التاني. لو جه عندي 23 كروموزوم زائد 23 كروموزوم هيساوي 46، بس أنا ما جبتش هنا سيرة المصادر، يعني هو مجرد 46 كروموزوم وخلاص، لا يشترط فيها المناصفة بين الأب وبين الأم، القصة دي مش موجودة عندي. طب ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى خلية حية وخلاص، تعيش، تتكاثر، تنمو، تزيد، مفيش فيها أي مشاكل، لكن لن تؤدي إلى حدوث فيتس أو جنين أبدًا. طب القانون الثالث، افرضوا بقى موجود نصف هذا الرقم، هاف هذا الرقم اللي بنسميه هافلويد أو هابلويد، اللي هو 23 كروموزوم بالظبط. ايكوال ايه عندي؟ جنين ولا خليه حيه؟ لا ايكوال عندي خليه ميته. يعني 23 كروموزوم ده ما ينفعش يبقى حي ابدا، هيموت. فواحد يجي يقول لي بس يا دكتور ثواني ثواني، ما هي الاوفم 23 والسبرم 23، ما هي خلايا حيه اهي وبتؤدي الى، على فكره مين قال لك ان هم حيين؟ ده هم اخرهم ان هم يعيشوا لمده قد ايه؟ من 24 ل 48 ساعه اللي هو الويندو جاب بتاع الفيرتلايزيشن، وشكرا. وبعد كده الخلايا دي مالها؟ تموت. مفيش حاجه اسمها خليه هاف نمبر هابلويد نمبر تعيش، لو ما لحقوش يتحدوا مع بعض هيموتوا. طيب خلينا في المثال بتاعنا. الحمد لله المثال نمبر 1 هو اللي اتحقق، جه اب وجه ام
عملوا ايه؟ جم عملوا خلية حية اسمها زيجوت، راحت متكاثرة عملت خليتين، عملت أربعة اسمها موريلا، قعدت تتدحرج عندي جوه الأنبوبة كذا يوم، وجات على اليوم الرابع دخلت جوه اليوتراين كافيتي وابتدت تنقسم وتديفرنشيت إلى تو سيل ماسز، ان انر سيل ماس اللي هي هتعمل عندي ذا فيوتشر فيتس بإذن الله، والاوتر سيل ماس اللي هي هتخدم على هذا الفيتس. يعني ايه يا دكتور هتخدم على هذا الفيتس؟ هذه الاوتر سيل ماس اللي بنسميها الكوريونيك فيلاي، لان الاستراكشر كله على بعضه اسمه ذا كوريون، عامل كده زي الكوره كده المتدحرجه ده، اهي له عندي ثلاث وظائف. الوظيفه الاولانيه انك تاكل البيبي، فود اند نيوتريشن. الوظيفه الثانيه انك تفكسيت البيبي في مكانه ما يقعش. الوظيفة الثالثة انك تحافظ على هرمونات الحمل زي ما هي استروجين بروجسترون، لان عندي خلاص الكوربس ليوتيم مش بيعيش اكتر من 12 اسبوع، والبلاسينتا بتبتدي تتكون من الاسبوع الثامن لل 12، فلازم يبقى في فانكشنال يونت تحافظ على هذه الهرمونات. طب تعالى نمسك وظيفة وظيفة من دول عندي بالتفصيل، لأن هي دي أساس الشرح بتاع موضوع الفيزيكلر مول. أول وظيفة عندي هي وظيفة الفود أند نيوتريشن. هنلاقي إن الرحم عندي بالمنظر ده، أوكي، وجاي عندي الديسيدوا أهي أهي اللي اسمها إندوميتريوم قبل حدوث الحمل، إنما دلوقتي اسمها إيه؟ ديسيدوا. وجاي عندي الماتيرنال فاسل كده، هلاقي ان هم ينقسموا لنوعين من الاوعيه الدمويه. نوع عندي ما بيعديش البيزال بارت بتاعت الاندوميتريوم او اليوترس اللي بنسميها ستراتم بيزاليس، والارتري ده اسمه البيزال ارتري، لا يتغير ابدا مهما حصل بهرمون انسنسيتيف. انما مين اللي بيوصل عندي لغايه القمه هنا؟ اللي بيوصل انذر ارتري اللي اسمه عندي ذا سبايرال ارتري. وهذا السبايرال ارتري اللي هذه الكوريونيك فيلاي، انا هكبر لكم واحد اهو بالمنظر ده، هيخش فيه علشان ياكل من دم الام يوديه لدم البيبي. طب ازاي هيخش فيه؟ هنلاقي الخلايا اللي هنا، على فكره اي خليه في الدنيا اسمها بلاست. طب والخلايا دي وظيفتها الايه؟ وظيفتها الفود، الاكل. علشان كده تكبر باسمك هايبرتروفي، تصغر يبقى اسمك اتروفي، امال الاكل نفسه اسمه ايه؟ تروفي. فعشان كده الخلايا دي اسمها ذا تروفو بلاستس، الخلايا الاكوله. تاكل مين؟ تاكل البق بتاع الوعاء الدموي ده، الماوث بتاع السبايرال ارتري بتاع الام. ليه؟ علشان تروح منزله دم عندي هنا، دم عندي هنا في هذه السبيسز. السبيسز اللي بين كل كوريونيك فيلس وبين عندي الديسيدوا، عشان كده هذه السبيسز اسمها ايه؟ طبعا بين الديسيدوا اهي وبين الكوريونيك فيلاي اهي اسمها ده كوريو ديسيدوال سبيسز. ومن هنا بقى موجود كل الخير بتاع الام، اكسجين، جلوكوز، امينو اسيدز، فاتي اسيدز. طب هيروح للبيبي ازاي؟ ما في هنا فيتال فاسل، هيعدوا بقى عندي بخلال facilitated diffusion, active transport, pinocytosis زي ما هنشوف في أماكن أخرى، ويروحوا معديين عندي للفيتس. هذه الوظيفة هي اللي اسمها الفود اند نيوتريشن. الفيلاي الكبيرة دي اسمها the anchoring villi اللي هي الضخمة دي، لكن في another villi عايمة في الكوريو ديسيدوال سبيسز بنسميها the floating villi او ذا فري فيلاي بالمنظر ده، وهي دي الصراحه اللي بتقوم بالوظيفه بالاساس، وتدخل الاكل من خلال طبقتين من التروفوبلاست. الطبقه الاولانيه اسمها سايتوتروفوبلاست، والطبقه الثانيه بتفقد السيتوبلازميك ممبرين بتاعها، عشان كده بتبقى عامله سينسيتيوم، وبنسميها ايه؟ سينسيتيو تروفوبلاست. وهكذا البيبي بيتغذى وبيكبر. طيب شكرا على الوظيفه الاولانيه. ايه الوظيفة عندي نمرة اتنين؟ ايه حكايتها دي؟ يعني ايه فيكسيشن؟ يعني انا لو جيت بصيت برضو على البيبي بهذا المنظر، بالمنظر ده، هلاقي ان هو عايم في الامنيوتيك فلويد،
والامبيليكال كورد في السنتر بتاعه بالظبط. جميل ان الامبيليكال كورد في السنتر عشان البيبي يعوم بحرية لتحت والفوق ويمين وشمال ويتحرك براحته، لكن عندي ثابت وفيكسد من خلال ايه؟ من خلال عندي البلاسينتا through these anchoring villi اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى الوظيفة التانية للفيلاي ان هي عاملة نقطة تثبيت للبيبي من المنتصف بتاعه، فيكسيشن. خدوا بالكم ان ده اساس شرح الفيزيكولر مول، لان بعد شوية هضرب كل وظيفة من دول، هضرب كل وظيفة من دول. طب ايه الوظيفة التالتة؟ الفانكشنال يونت. وات داد ذات مين؟ بصوا البداية خالص في المينسترال سايكل، اما الاوفم بتكبر بتكبر بتكبر، هي عماله تطلع هرمون اسمه استروجين استروجين استروجين. طب وفين البروجسترون؟ لا لسه اي كلام، ارقام قليله قوي 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 قوي، لغايه اما الاستروجين يوصل للقمه بتاعته 200 بيكوجرام بير ملي لتر لمده 50 ساعه متصله. ده يثير عندي فوق في البيتيوتري ال اتش سيرج، يثير ان هو ينزل هرمون بكميات عاليه جدا. ما هذا الهرمون؟ اليوتينايزنج هرمون. يعني ايه اليوتينايزنج؟ ليوتين يعني اصفر، يعني معناه ان هو بيرسب كوليسترول. هذا اليوتينايزنج هرمون فايدته ان هو يفرقع الاوفم، لان كده كتير قوي استروجين على الست، فما تفرقع الاوفم تطلع لبره يحصل لها بقى تخصيب ويجي لها السبورم، الاستروجين ليفل ينهار مؤقتا. لكن هذا اليوتينايزنج هرمون يبتدي يحول عندي بواقي الاوفم اللي فرقعت دي للاستراكشر المشهور اللي اسمه ذا كوربس ليوتيم، الجسم ذا كوربس الاصفر ليوتيم، ويبتدي بقى تاني هرمون الاستروجين اللي وقع يعلى. مش بس الاستروجين بس، ده كمان البروجسترون يعلى 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 يعلى. بيعيش قد ايه الكوربس ليوتيم ده؟ بيعيش 14 يوم. القمة بتاعته في اليوم الكام؟ القمة بتاعته في اليوم السابع بعد الاوفيوليشن. هو ده احسن وقت ان الكوريونيك فيلاي تخش وتعمل عندي امبلانتيشن جوه الديسيدوا في القمة. المشكلة ايه بقى؟ ان الكوربس لوتيوم ده شورت هاف لايف، هو بيعيش غير 14 يوم. مين اللي عايشه؟ القل اتش. طيب وبانهيار ال 14 يوم البروجسترون يقع والاستروجين يقع وحضرتك ينهار الاندوميتريوم وينزل على هيئة ايه؟ على هيئة منسز. لا يا دكتور مش عايزين الكلام ده، ده في بيبي هنا انا عايزه عندي يعيش. اوكي، لو عايزه يعيش لازم يفضل الكوربس لوتيوم عايش، ولازم يفضل مطلع عندي بوث استروجين اند بروجسترون. افرد لي بقى الكيرف اللي انت بتتكلم عليه ده. طب يلا يا دكتور افرده، يعني خلي الكوربس لوتيوم عايش. انا اسف، الحاجه اللي عايشته شورت هاف لايف، حصل سورج عنيف طلعت لفوق خالص ورحت نازل تاني خالص، يعني ما عادش في قل اتش يخلي الكوربس لوتيوم عايش اكتر من كده. يا بيه انت البيبي ده هيموت بالمنظر ده اللي حصل له امبلانتيشن. لا، ما هو هيتصرف، هيتصرف ازاي؟ هذا الهيومن بينج اللي هو البيبي هيبتدي عندي يطلع من الكوريونيك فيلاي بتاعته، وتحديدا من السنسيتيو تروفوبلاست، وهرمون جونادوتروفين شبه مين؟ شبه عندي بالظبط ال اتش. يعني البيبي الهيومن بينج هو اللي اتصرف وطلع حاجه تعمل سبورت للكوربس لوتيم اللي في الاوفري بجونادوتروفين شبه ال اتش. طالع منين؟ طالع من الكوريونيك عندي فيلاي. هايل. فعشان كده الكوربس لوتيم هيقدر بقى يعيش لغايه ما البلاسينتا تبتدي تتكون من الاسبوع ال 8 لل 12، وهي اللي تاخد عندي الفانكشن بتاعت تطليع الاسترون بروجسترون ده. يبقى المقصود بكلمه فانكشننج يونت ان السنسيتيو تروفوبلاست بيطلع اتش سي جي اللي هو شبه ال ال اتش. خدوا بالكم من حاجه يا ولاد، انت علشان تطلع المنتج الاخير محتاج تعاون خليتين كنا خدناها في الفسيولوجي زمان اسمها ذا تو سيل ثيوري، اللي هي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان ال ال اتش هياخد عندي الكوليسترول
عندي من الدم 27 كربون أتوم، ويحولوا إلى بروجستيرون 21 كربون أتوم، ثم يحولوا إلى أندروجين 19 كربون أتوم، ثم لا مفيش ثم بقى، ثم مفروض يجي عندي الاف اس اتش يعاونني. الال اتش بيشتغل على خلية اسمها ايه؟ خلية اسمها ذا ثيكا سل، احفظوا يا اولاد، ثيكا سل بيدخل فيها مين؟ كوليسترول اللي لونه اصفر، ليوتين، هتفرق معايا بعد شوي. لكن اخره ان هو يطلع الاندروجين، وهتيجي الاف اس اتش تشتغل على مين؟ على الجرانيلوزا سل، وتعمل ايه؟ هذه الجرانيولوزا سيل اللي فيها انزيم اسمه اروماتيز يحول الاندروجين 19 ده الى استراديول، عندي استروجين 18 كربون اتوم، كوليسترول 27، بروجستيرون 21، اندروجين 19، واستروجين 18. الال اتش يشتغل على الثيكا سيل يحول كوليسترول لبروجستيرون لاندروجين ويقف، الاف اس اتش اشتغل على جرانيولوزا سيل بالاروماتيز تحول الاندروجين 19 تأزأز منه كربونايه وتحوله الى ايه؟ 18 كربون اتوم استروجين. وهكذا عندي قدرت افهم الثلاث وظائف بتوع الاوتر سيل ماس، الا وهي الكوريونيك فيلاي. طب ايه علاقه كل هذا الكلام بينا؟ تعال بقى نشوف الاتيولوجي اللي عندي، وهو عندي اتيولوجي عجيب وغريب ونادر. انا الصراحة هنا كمواطن قاهري لا ما شفتوش، يعني هم بيقال ان الكلام ده بيتشاف اكتر في الجنوب، يعني ممكن نقول مثلا في الصعيد. حلو، وهذا الصعيد، هذه الناس اللي في الصعيد يقول لك مشهورين بالفتوه والشنبات والفحوله، مع احترامي طبعا ليهم كلهم، فاخد هذا الموضوع كمثل ظريف ومدخل عندي للشرح بتاع هذه القصه. تعال نشوف ايه اللي بيحصل هناك في الجنوب. يجي عندي وعلشان كده كمان هذه البروسس اسمها ايه؟ اندروجينيسيس، بروسس كلها فحوليه، ماشي. يجي عندي هذا السبرم، لا بس مش سبرم عادي بقى يا اولاد، اتفقنا، بس هزار والله محدش يفهمني غلط، سبرم جنوبي، يخش على الام. طيب وهذا السبرم يتموز بايه؟ بالفحوليه. الله، طب وايه اللي يحصل؟ تلاقي عندي كروموزومات الام عندي تتخض وتختفي. الله، طب ويا دكتور ده اسمه كلام؟ على فكره الكلام ده is very very common، دي المفاجاه بقى، ان عادي جدا هنا وهناك شمال وجنوب، يعني هو الموضوع هزار مش اكتر، ان تلاقي ان السبرم يخش عندي على الخلية بتاعت الام لسبب ما، الكروموزومات بتاعت الام تختفي وبعدين ما يلاقيش السبرم غير نفسه لوحده. طب وايه الناتج؟ الناتج القانون الثالث، 23 كروموزوم اسمهم the haploid number and then خلية ميتة and then اللي يحصل؟ ولا حاجة، محدش يعرف ايه اللي حصل بين بابا وماما، بين الزوج والزوجة، ولا الدورة تيجي عادي، ولا كأن حصل حاجة. لكن خدوا بالكم ان عندنا في الصعيد لا ما يرضوش ان هم يختفوا. خير يا دكتور؟ ناس شديدة بقى، يقول لك انا ما موتش ابدا. طب يعمل ايه؟ ازاي يعيش؟ ما هو لازم يبقى 46 كروموزوم، فينقسم على نفسه، يعمل another copy من نفسه، بحيث بقى عندي كام؟ 46 كروموزوم. طب وال 46 كروموزوم دول خد بالك ان كلهم جايين منين؟ كلهم جايين من الاب فقط. طب ايه اللي يحصل في الخليه دي؟ طب ده انهي قانون؟ ده احنا لسه شارحين حال. القانون الثاني، 23 كروموزوم و 23 كروموزوم ايكوال ايه؟ ايكوال خليه حيه. طيب فين الجنين؟ لن تؤدي الى جنين، لان خلاص اكيد كلكم فاهمين طبعا، لان مفيش شرط المناصفه بتاعنا اي كروموزومات جت منين؟ جت من الام، عشان كده there is no fetus it is only paternal chromosome. طب يا دكتور معلش، حضرتك ليه كاتب ان هم يبقى 46 اكس اكس؟ على فكرة هو ممكن يبقوا 46 اكس اكس، او ممكن يبقى لو جه كروموزوم واي 46 واي واي، بس لقينا اما عملنا كاريوتايبنج ان 96% من هذه الابنورماليتي بتبقى بالمنظر ده 46 اكس اكس.
وعارفين هي حلاوتها ايه؟ هي حلاوتها ان تلخبطكم كمان في الام سي كيو، ان هي رغم ان هي paternal chromosomes انما هي like the maternal karyotype 46 اكس اكس. سبحان الله. طب في طريقة تانية يا دكتور محمد ان هذا الرجل يحافظ على نفسه؟ اه، في طريقة اخرى، ان هو اما يلاقي نفسه دخل كده والام اختفت وهيموت، لا يروح منادي على واحد صاحبه، تعالى يا عم ساعدني، خش احنا الاثنين مع بعض. تمام. يبقى اما مونوسبيرميك يا دايسبيرميك. مونوسبيرميك ويعمل نسخة من نفسه، يا دايسبيرميك عندي ودي حيوان منوي وحيوان منوي، برضه بقينا نفس القصة وبرضه بقينا كلنا باترن. وعلى فكرة طالما دخل برضه هنا سبرمين، انت ممكن تلاقي واحد اكس وواحد واي، بس قلنا ان اشهر حاجة هي مين؟ 96% 46 اكس اكس. طب الحكاية دي يا دكتور يعني بتحصل بجد في الجنوب، والمفاجأة هي بتحصل في الجنوب يا ولاد، بس فين؟ في جنوب شرق اسيا، مش عندنا احنا خالص. لا ده الموضوع ده نادر في مصر، الموضوع ده يختلف تماما حسب عندي المكان وخريطتك في العالم. يعني لو هنيجي ندرس يوروب مثلا هنلاقي هناك واحد على ألف، هنشوف مثلا بلد زي يو اس اي، لا هنلاقي هناك النسبة واحد على 2000. تعال نشوف حاجة دولة في جنوب شرق اسيا مثلا زي الفلبينز مثلا، هنلاقي ان الفيزيكولر مول واحد على 80. مش كده قصة الجنوب دي كانت هزار، وكان المقصود بها بالاساس هو مين؟ جنوب شرق اسيا. بس دكتور انا مستغرب، يعني هي الابنورماليتي دي في الفيرتلايزيشن حصلت ليه؟ يعني زي ما انت شايف كده مبدئيا هو مفيش حد عارف هي حصلت ليه، هو ايرور في الفيرتلايزيشن وخلاص. وفي ثيوريز كتيره بتتكلم عليه، يعني في ثيوري مثلا ايمونولوجيكال ثيوري، ان هذا السبرم يعتبر فورن بالنسبه عندي للام، هل في تفاعلات معينه ادت ان هي اتخضت واختفت؟ هل وجوده اكتر في العيانين البلاد جروب ايه ومش موجود كتير في البلاد جروب او، ليه علاقه بالايميونولوجي دي؟ الله اعلم. طيب هل له علاقه جيناتيكالي وريشيالي؟ ده احنا لسه بنقول ده بالاساس موجود فين؟ في جنوب شرق اسيا. طيب لقوا الناس اللي في جنوب شرق اسيا عايشة على الجزر والمحيطات، بياكلوا رز وسمك، عندهم ديفيشنسي في الفيتامين اي الكاروتين، قالوا ده ممكن تبقى في نيوتريشنال ثيوري. وكمان لقوا عندهم مشكلة في ان انيمال سورس اوف بروتين، فقالوا برضه هو ده ممكن يكون سبب من الاسباب. كل ده الله اعلم الله اعلم، بس الشيء اللي انا اعلمه جيدا باذن الله ان الريسك فاكتور عندي ان يحصل فيزيكلر مول هم حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الست دي يكون جالها قبل كده فيزيكلر مول، نسبه الريكارنس عندي من 1 إلى 2%، خد بالك. علشان كده اللي جالها فيزيكلر مول دي لازم تتابع مدى الحياه في الحمل اللي بعد كده، ونخاف لا الموضوع يتكرر، ما نرتاحش غير اما نلاقي بيبي جوه اليوترس. طب والريسك فاكتور التاني اكستريمز اوف ايج، العيانه اللي بتحمل تحت 20 سنه او العيانه اللي بتحمل متاخر فوق 35 40 سنه. تحس كده ان البويضه في السن ده لسه ايه؟ لسه بدري، لسه ما اتمرنتش، لسه مش محترفه. وتحس ان البويضه في السن المتاخر ده خلاص تم استهلاكها، خلاص الباقه بتاعتي خلصت. فعشان كده تحس في some sort of error of fertilization I don't know، ومش interested فيه اصلا الصراحه. امال انا interested في ايه؟ انا interested في الناتج عن كده. انا انترستد في الباثوفيسيولوجي، يا ترى هذه الخليه اللي اتكونت يا ولاد اللي هي عباره عن 23 كروموزوم جايه بس كلها من الاب هتؤدي الى ايه؟ هي خليه حيه طالما عمل نسخه من نفسه او جاب حد يساعده وبقوا 46، وهتنقسم وهتنقسم عندي، ثم بالبروجرام بتاعها هتعمل اوتوماتيك ده تو سل. لا استنى بقى، انت مش هتعمل ده انر سل ماس، انت لن تؤدي الى فيتس، مفيش ماتيرنال كروموزوم، امال هتعمل ايه؟ هتعمل ده اوتر سيل ماس. وهي دي المشكله، ان انت هتخلق حاجه مفيش عندي حاجه موجوده جوه اليوترس اكسبت مين؟ اكسبت فيلاي 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 فيلاي، فقط فيلاي ماليه الدنيا على الاخر. طب هذه الفيلاي
فين الفيتس؟ ما فيش فيتس. فين الكورد؟ فين الميه؟ فين البلاسنتا؟ ما فيش ما فيش ما فيش. امال في فيلاي بتعمل ايه؟ الفيلاي بتعمل عندي ثلاث حاجات. فين الثلاثه فانكشن بتوعها؟ البروجرام اللي جواها كولي، البروجرام اللي جواها فيكسيشن، بروجرام اللي جواها فانكشنال يونت. ثلاث حاجات زي ما احنا شايفين بيبتدوا كلهم بحرف مين؟ بحرف الاف. طب تعالى ناخد اول فانكشن موجوده عندي. ايه اول فانكشن؟ اول فانكشن الفود اند نيوتريشن. بسم الله، يلا ادي عندي الفاسل بتاع الام، البيزال ارتري، السبايرال ارتري اهو، وادي الكوريونيك فيلاي داخله، وادي الخلايا الاكوله داخله تهجم عندي على الماوس، وراحت واكله البق بتاع الوعاء الدموي، ونزفت الام وعملت دم في الكوريو ديسيديوال سبيسز. ويلا يا جماعه ناخد النيوترينس والخير الكتير ده وندخله لفين؟ وندخله للفاسل اللي رايح رايح لمين؟ مفيش فيتس. ده انا اللي افاجئ ان انا موجود لوحدي في الملعب، والخير ده الله اكبر والحمد لله جاي لي كله. طب نعمل ايه بالخير الجميل ده؟ يلا يا جماعه ناكل وناكل ونكبر ونشبع الحمد لله. بص بقى كانك في اوبن بوفيه ومفيش حساب، وهيز بقى يا معلم. وبعد ما تاكل عندي الجمبري والبانيه وكل حاجه وتحلي بام علي، ترجع تاكل ما احنا فاضيين بقى. طب وبعد ما ناكل هنتكاثر هنتكاثر، ما وراناش حاجه ما وراناش. وتفضل الخليه تزيد 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 تزيد، الله اكبر العيشه ابتدت تحلو معانا. على فكره في مصيبه بتحصل دلوقتي. ايه هي المصيبة اللي بتحصل؟ ان من كتر ما الخلايا عمالة بتتكاثر هتبتدي تقفل على الأوعية الدموية، فيبتدي يحصل فيها some sort of ischemia. وبعد ما يحصل some sort of ischemia هيبتدي يحصل some sort of degeneration. وديجنريشن بنوع مخصوص شوية اسمه degeneration مائي، hydrophobic degeneration. You mean what يا دكتور؟ I mean إن أنا مسكت لك فيلاس واحدة من كل الفيلاي الكتيرة دي واللي كانت ماسكة في الديسيد وكده بسبايرال أرتري وكبرتها لك. شايف اللي هيحصل؟ هتبتدي تتحول لميه ادي نهايه كل تخه وكل فجعان، ميه ميه ميه، ديجنريشن ديجنريشن ديجنريشن. الله، ده انت لدرجه السيتوبلازميك ممبرين اللي بين الخلايا وبين بعضها يتكسر، وهتلاقي ان ده كله بقى عباره عن ايه؟ غشاء كده اي كلام. ومليان ايه الغشاء اي كلام؟ مليان ميه 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 ميه. واقف على ايه؟ واقف على البق بتاع السبايرال ارتر، خد بالك. طب وبعد شويه هذه الميه هتزيد هتزيد هتزيد، وهيتنفخ شويه بشويه بشويه بشويه. الله، ده هيتنفخ يا دكتور يبقى شبه؟ ما تقولش. اه والله شبه العنبايه، الحمد لله اخيرا ابتدينا نفهم يعني ايه حمل عنقود. وبعدين تكبر تكبر، والعنبايه تكبر تكبر، والعنبايه تكبر تكبر، لدرجه ان انت تفاجئ ان كل فيلس من دول اتحول الى عنبايه عنبايه عنبايه، عباره عن مايكرو سيست مايكرو سيست، سيست سيست صغيره، فاسكل صغيره فاسكل صغيره، مليانه ميه 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 ميه. علشان كده الاسم عند، والميه دي متعلقه من ايه؟ عارف زي كده العنبايه اللي متعلقه من فرع شجره؟ عارف فرع الشجره ده مين؟ السبايرال ارتري بتاع الام. عشان كده اخيرا جه الاسم اللي هو الفيزيكلر، اللي هو الفاسيكلز. طب ومول معناها حمل كاذب، ليس هناك بيبي. ايه اللي حصل هنا؟ اكل بزياده هو اللي عمل لي هذا الخير الكتير. اتروفوبلاست فضلت تتكاثر تتكاثر، مفيش بلاد فلو رايح عندي للفيتس، ابتدوا يزيدوا 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 يزيدوا، قفلت على هذا الوعاء الدموي، وادي السبايرال ارتري حصل نوع من الديجنريشن عندي اسمه هيدروبيك ديجنريشن. يعني معنى كده ان الفيلاي بقت مالها؟ بقت عندي افاسكلر. يعني بتتشخص بمنتهى البساطه الناس بتوع الهيستولوجي ان يلاقوا السلايد عندي باهته، افاسكلر فيلاس باترن، الفيلاي بقت كلها اخبارها ايه؟ افاسكلر. تمام، وهكذا تتوجد عندي هذه الفيزيكلر مول، وتفاجأ ان الرحم بقى كبير ومليان عندي هذه الفاسكلز في اطوار مختلفه من النمو، من 2 مللي لسه فاسكل صغيره ما اتملتش،
ادي مثلا واحدة 4 مللي، ادي واحدة 6 مللي، لغاية ما تكبر اب تو 2 سنتيمتر، كلهم سيست او مايكرو سيست فول اوف فلويد اوف هيدروبيك ديجنريشن. صدق بقى ان اخيرا اقدر اعرف ايه هو التعريف بتاع الفيزيكلر مول. اصل انا اكتشفت كده ان الفيزيكلر مول دي دلوقتي حالا عبارة عن ايه؟ عبارة عن proliferation of trophoblastic cells، بالمناسبة both cyto and syncytio trophoblast، followed by hydrobic degeneration of chorionic villi. على فكرة ده تعريف ايه؟ يعني كلمة proliferation دي يعني ايه؟ كلمة proliferation ده يعني tumor. ده انا بتكلم على ورم بقى، بس خدوا بالكم انهي نوع من الورم؟ benign الحمد لله. It is a benign tumor of trophoblast. اوبا، وطالما في حاجه بناين يبقى اكيد في حاجه مين؟ مالجنانت. برافو عليك، ده اكتر خوف مني من الفيزيكولار مول، مش منه هو نفسه، هو اخره يعمل لي شويه بليدنج وانا اعمل له ساكشن ايفاكيويشن دلوقتي وهنتخلص. انا خايف ان بعد ما نتخلص منه يقلب الى النوع السرطاني اللي اسمه ذا كوريوكارسينوما، وممكن يحصل هذا الكلام بنسبه 5 ل 10%. خد بالك، وطالما المالجنانت اسمه كوريو كارسينوما يبقى البناين اللي احنا فيه ده ممكن مجازا لعلمك اعتبره اسمه كوريو. كوريو ايه بقى؟ جاي من كوريونك فيلا يعني ادينوما. تمام، كانه كوريو ادينو. خد بالك الاسم ده هيفرق معاه بعد شويه. الله، ايه هي هذه المجموعه من التيومرز؟ دي مجموعه من التيومرز اسمها جاستيشنال تروفوبلاستيك ديزيزز. يعني هذه الديزيزز اللي في التروفوبلاست لا يمكن كانت تحصل الا لما يحصل مين؟ حمل، لكن جستيشن، لكن دي ما هياش ديزيزز، دي تيومر، عشان كده اسمها ذا جستيشنال تروفوبلاستيك تيومرز. ولعلمك لغوا الاسم ده من على النت علشان حاجه تضحك، يعني انت لو دخلت عملت سيرش عليه هيطلع ده جلوكوز توليرانس تيست، فبقى اسمها ذا جستيشنال تروفوبلاستيك نيوبليزيا. النيوبلازم اللي في التروفوبلاست الناتج عن الحمل، ومنه ايه زي ما احنا شايفين؟ ومنه نوعين، البيناين فورم اللي اسمه الفيزيكولار مول، والماليجنانت فورم لا منه بقى اللوكال واللوكال انفيزيف والميتاستاسايزنج. لا ده احنا هندرسه في المحاضره اللي بعد دي على طول باذن الله. انا بس مركز هنا فين؟ في الدرس البناين اللي اسمه الفيزيكولار مول، اللي لو عملت عليه سيرش على النت هتلاقي زمان كان اسمه، ايام ما انا بقى كنت لسه طالب في الباثولوجي، كان اسمه هيداتيدي فورم مول. هيداتيدي ايه؟ يعني اللي شبه الهيدات، اللي شبه الهيدات سيست. اتاري زمان كانوا بيشخصوه بالاكس راي، كانوا مبدئيا بيلاقوا حاجه بسيطه جدا ان مفيش عندي فيتال سكيلتون، ويا سلام لو كان تشخيصهم غلط وكان في بيبي وهم شوهوه بالاكس راي ده، ما هو ما كانش في قدره غير كده. لا وكمان الاكس راي دي كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يحقنوا صبغه جوه، يا سلام لو كان في عيل عايش ويطلع بقى ايه مصبوخ، ها، وهذه الصبغه تخش عندي بين هذه السيستس عندي وتعمل حاجه شبه الهيكساكونز بتاعت شمع العسل، العش بتاع النحل بتاع العسل ده، عشان كده كانوا بيسموها زمان ايه؟ ذا هاني كومب ابيرنس. طبعا دلوقتي از فيري سمبل بتشخص بمين؟ بالالترا ساوند. امال زمان بقى ايام كان الاكس راي ده، كان الاكس راي ادي اليوترس اهو، وكان في هنا مين الاكس راي تجيبه؟ الليفر، وكان مين كمان تجيبه؟ البيزل بتاع اللنج. وكان مشهور زمان في دوده اسيه كده اسمها ايكاينوكوكاس جرانيولوزس، كان بتعمل حاجه اسمها هايداتد سيست في البيزل ذا لنج وفي الليفر. يقول لك الحق يا عم ده بقى في شويه سيست في اليوترس شبه هيداتد سيست اللي في الليفر، ومن هنا جه الاسم بتاع هيتاديتي فورمول. لا سيبك بقى من الكلام ده، احنا دلوقتي بنتكلم سيمبلي سبيكينج ان هي تتشخص بالالترا ساوند عن طريق ان انا اشوف ايه؟ اشوف رحم، وهذا الرحم كبير ومليان عندي انيكويك، يعني ما بتديش ايكو، انيكويك سبيسز موجوده كده اللي هي السيستس عندي ماليه الرحم كله، زي كده يقول لك ايه؟ العاصفه الثلجيه، سنو ستورم، كان ده تلج 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 ملا عندي الرحم بالمنظر ده. تمام،
بس قبل ما عندي يعني نشخص بالالترا ساوند، العيانه بس تجيلنا الاول. يعني هي هتجيلنا ازاي؟ ايه الاعراض اللي عندها؟ اول حاجه خد بالك ان دي حامل فين؟ حامل في ورم حضرتك، ورم حميد. الحق يا دكتور. خير يا ستي، في ايه؟ انا مغيبان الدوره والحمد لله عرفت ان انا حامل، وانا حامل في شهرين بس. جيراني مستغربين جدا، قولي مالك يا ست الكل، بطنك كبيره قوي كده كانك حامل في 4 شهور او 5 شهور. خد بالك ان هي لغايه دلوقتي لسه ما هياش عارفه ان هي حامل في مين، في تيومر امينوريا with excessive abdominal enlargement. تعالى يا ست الكل المستشفى اما نعمل لك اكزامينيشن ونشوف. ايه ده؟ ده معاكي حق، ده فعلا الفاندل ليفل عالي. طب تعالي كده اسمع البيبي، اوبا ده مفيش فيتال هارت ساوندز. تعالى احس البيبي، ده مفيش بيبي، ده انا مش لاقي حاجه غير رحم متضخم عباره عن حته لحمه، وهذه اللحمه مليانه جوه ميه، ميه لحمه وميه عملت ايه؟ عجينه. ده انا مش شايف حاجه، مش حاسس حاجه غير مجرد دوي سنسيشن وخلاص بتاع هذه العجينه اللي موجوده. امال فين عندي البيبي؟ مفيش بيبي. نيجي نعمل الترا ساوند نلاقي مين؟ سنو ستورم ابيرنس. مش هتلاقي بيبي اكسبت في حالتين. ايه الحالتين دول؟ يا اما عندي توينز، يا اما بارشيال. الله الله الله، ايه التوينز دي؟ يعني ايه توين عندي؟ ان واحده حامل عادي، ادي اليوترس وادي فالوبيان تيوب يمين والاوفري وفالوبيان تيوب شمال، ودي اوفري تانية، دي طلعت اوفم جالها سبيرم جابت بيبي عادي جدا في الكيس بتاعه وفي الامبيليكال كورد بتاعه، بلاسنتا بتاعته يعني. يعني انما التانية هي دي الاوفم اللي جالها سبيرم وحصلت قصة الاندروجينيسيس اللي بنتكلم عليها، وادت الى ايه؟ ادت الى الكيس التاني بقى فيه مين؟ فيزيكلر مول. اذا التوين ده لازم يكون ايه؟ مونوزيجوتيك ولا دايزيجوتيك؟ طبعا. ازاي يبقى مونوزيجوتيك فولة واتقسمت نصين؟ ما هم لازم يبقوا شبه بعض. انما هنا جاي لي من ناحية عيل، ومن ناحية اخبار ايه، ومن ناحية فيزيكلر مول. وبالمناسبة يعني قبل ما اكمل الموضوع اقول لكم يعني ايه بارشال مول. دي كويز صعبة جدا انا قابلتها في حياتي، هو موضوع نادر. يا ترى هتعمل ايه؟ صحيح يا دكتور، يا ترى هتكمل الحمل والبيبي الكويس، ولا هتفرغ الرحم وتعمل ساكشن فاكيويشن فيزيكولر مول؟ هتعمل ايه عندي؟ انا القصه دي ما قابلتهاش غير مره واحده في حياتي الصراحه، وكانت مريضه صعبه جدا 11 years secondary infertility، معها بيبي واحد وجايه لي يا دكتور الحقني لو سمحت. رحت عملت لها اكزي، كان عندها حوالي 36 سنه، حملت بالمنظر ده. في الاول فرحت ان هي حامل، بعدين لقينا دم بينزل، عملنا الترا ساوند لقينا في ناحيه عيل وفي ناحيه فيزيكلر مول. قلت لها بصت الكل، انت عندك حاجه غريبه ونادره اسمها توين، واحد عادي وواحد فيزيكلر مول. طيب هننزل ولا هنكمل؟ انا عايز انزل الصراحه. تقول لي لا يا دكتور، 11 سنه انفيرتيليتي مستحيل تنزل. طب استني كده ارجع للليترتشر. قالوا نسبة الكومبليكيشنز اللي موجودة لو عملت كونزرفيشن عالية جدا. انا هشوف الايتم ده هنا، شوية كومبليكيشن رهيبة، منها الجنرال ومنها اللوكال، وعلى رأسها الجنرال كومبليكيشن ان يحصل بري اكلاء، وقد كان. والعيانة فوجئت على الأسبوع 21 بضغطها 180 على 120، وقلبه من بلس بلس بلس، بري إكلامسيا وسيفير فيتشرز، وما كانش ليا الحل غصب عني غير ترمينيشن اوف بريجنسي لإنقاذ الحياة. قد كده هذا الموضوع نادر ومين وصعب. ماشي، بس هنقوله كحاجة استثنائية. امتى نسمع عيل وامتى نشوف ايه؟ فيتال بارتس. طب ايه الاستثناء التاني؟ بارشال مول. دكتور يعني ايه قصة بارشال مول؟ اتاري ان في عندي كومبليت مول وبارشال مول. كومبليت مول اللي هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه اصلا، علشان دي قصة كومن الصراحة، اللي هو 46 اكس اكس جايين كلهم باترنال كروموزومز. انما الانكومبليت مول ده موضوع رير شوية. تمام، عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ان احنا نسينا دلوقتي حالا، نسينا ان في سبيرم صعيدي داخل على هذه الزوجة، سواء هو نفسه او ومعاه مساعدة بحد اخر. طب ما هما متجوزين برضو، واحدة برضو يعني قوية زيهم يعني.
اذا كانوا هم مش عايز يموت فهي برضو من نفس الجنس بتاعهم مش عايزه تموت، وهذه الحاله النادره ايه اللي حصل؟ ادي 23 كروموزوم اب و23 كروموزوم اب و23 كروموزوم ام لم تختفي. ايه بقى العك كده بقى؟ ده بقى في عندي هنا بيلعب في الملعب 69 كروموزوم من اي اشكال، بس اشهر طبعا واضح ان انا بكتب اشهر كومبينة اكس اكس واي. طب ايه الناتج عندي؟ 23 كروموزوم من الاب و23 كروموزوم من الام يعملوا بيبي، 23 كروموزوم من الاب 23 كروموزوم من الام يعملوا بيبي، 23 كروموزوم من الاب 23 كروموزوم من الاب برضو يعملوا فيزيكلر مول. ايه الكلام الغريب ده؟ طبعا هي بالمنظر ده بقى عندي كومباينيشن تعمل بوث فيزيكلر مول وبيبي، لكن هي مش بالمنظر الكاريكاتيري السطحي اللي انا بقوله ده، لان لو دي حقيقة 23 من الاب مع 23 من الام كان هذا البيبي كان يبقى 46، و23 اب و23 اب كان هذه الفاسيكلز بقت 46. لا، هو كله داخل في بعضه، كله داخل في بعضه، بدليل ان هذا الجنين في الاغلب مشوه وفي الاغلب هيسقط لوحده وهتقلب انفيتو بالابورشن بدري. وشكرا لاجهزه الالترا ساوند والترانس فاجينال الترا ساوند اللي بقينا نشخص الحاجات دي بدري جدا ونخلص منها بدري، وهي اصلا رير. انما مين العادي؟ العادي اللي انا بحكي عليه ده، ان احنا نشوف الله اكبر البطيخه الكبيره اللي كبرت معايا دي ناتجه عن الاكل اللي بزياده بزياده بالمنظر ده. لكن بنحكي القصه دي علشان بس اما اسالكم على الاستثناءات توينز او بارشال مول. طيب عرفنا ان البطيخه الكبيره دي كبرت بسبب الوظيفه بتاعت الفود، كل ده بتكلم على الفود. طب الوظيفه الاخرى الفيكسيشن، اخباره ايه الفيكسيشن؟ زي ما انا كاتب هنا صعب، دي اجمل حاجه ربنا عملها سبحانه وتعالى. انما انت تيجي تبص عندي على الرحم بالمنظر ده تلاقي الديسيدو اهي، وهذه الفيلاي الصغيره اللي بقت كبرت وبقت عباره عن عنقود عنب كده، هذا العنقود متعلق من عرقوب، ومنين؟ من السبايرال ارتري. منين؟ من السبايرال ارتري. طب وبعدين اما العنب يكبر ويستوي هيعمل ايه؟ هيقع. ما هو ده الجمال بتاع الموضوع، ان اللي حضر العفريت هيتخلص منه دلوقتي حالا، لان كل عنبايه دي اما تكبر وتستوي وتتقل على الفرع بتاعها اللي هو السبايرال ارتري، ايه اللي هيحصل؟ هتفصل. طب وفصلانها عندي هينزل دم، كل واحده تنزل هيروح ايه اللي حصل؟ هينزل منها نقطه دم نقطه دم نقطه دم، كل واحده تفصل، دي فصلت وبعد شويه دي فصلت وبعد شويه دي فصلت. مش كده وصف الدم هنا عند العيانه دي هيبقى اسمه ايه؟ continuous trickling، وهي دي المين سيمتوم اللي بتجيب العيانه المستشفى، وهو ده اللي يدخلها بقى في الديفرنشال دايجنوزز اوف بليدنج ان early pregnancy. تنتظر بقى انا هقول لك ايه في الكيس علشان تعرف انا همشيك في قصه ابورشن ولا في قصه اكتوبيك ولا في قصه ايه؟ فيزيكلر مول. طب وانت فرحان ليه كده يا دكتور بنزول الدم ده؟ اي يا ابني، لان الدم ده مليان بروستاجلاندنز، وهذه البروستاجلاندن انتوا عارفين الكاركتر بتاعنا تعمل يوتراين كونتراكشن. فتاني سمتم العيانة هتيجي، والله جدع اللي يقول ايوه، هتيجي بكوليك. يبقى تيجي الاول بي بليدنج تريكلينج، وبعدين تقول لك الحق يا دكتور وبطني بتمغص، وهذا الكوليك هيعمل ايه؟ هيبتدي يعمل اكسبلجن عندي لهذه الفاسيكلز الى الخارج. الله اكبر، انت بتخلص العيانة من المرض اللي فيها بدون تدخل منك، ده ربنا سبحانه وتعالى الخالق، وما عليك الا انك تبقى جود اوبزرفر. يبقى اذا حلها ما هواش هيستروتومي، ما هواش سيزيريان سيكشن، ما هواش هيستريكتوم، امال يعمل؟ يعمل زي ما ربنا قال لك، افصل العلاقيد دي ونزلها لتحت. الحل زي ما نشوف حالا في الايكون ده في التريتمنت هو ساكشن ايفاكيويشن. بس النصح ايه بقى؟ الناصح اللي يعرف ان مع كل عنقوداية بتطلع من دول وراها دم، يعني السكشن ايفاكيويشن ده مشكلته اللي هو ايه؟ لا، هيموراجيك، نزيف كتير، لازم تبقى محضر دم، ولازم تبقى محضر ايه كمان؟ اكبولكس،
بي جود اوبزرفر، زي ما ربنا وراك اهو، حضر بروستاجلاندين واكستوسن علشان اليوترس وسيلته الوحيده ان يوقف النزيف انك تعمل كونتراكتيليتي على مين؟ ايوه زي ما انت شايف على الايت شيبد فيجرز اللي على الماس اوف ماسلز اللي على البلاد فاسل بالمنظر ده. وبالتالي عندي تلاقي العيانه يجي لها بليدنج، ويا سلام لو جات لك بمنديل كده وقالت لك ايه ده، في فاسيكل يا دكتور اهي موجوده الحاجه دي، بص عليها، دي فيري دايجنوستيك. وتيجي بايه كمان؟ وتيجي ببين. تيجي بكام نوع من البين؟ تعال نشوف الثلاث انواع بتاع البين. نمره واحد، فاسيكلز عماله تكبر 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 تكبر، هتعمل ستراتش ستراتش للرحم، ده تعمل هذا النوع من البين اللي اسمه ايه؟ دال ايكنج. ثم رد الفعل عندي ان الرحم عندي عضو ما يستحملش الريتابل، فيبتدي يعمل ايه؟ قلق، بالذات اما العنب ده يفصل ويبتدي الدم يطلع ويطلع بروستاجلاندين. يبقى ده الايكنج، بيحصل لي ستراتش. كولكي انا بعمل اكسبالجن. لكن خد بالك وانت بتعمل كوليك بقى في عندي مشكله كبيره. ايه هي يا دكتور؟ ايه المشكله الكبيره دي؟ انك عمال تزود الانترايوتراين بريشر، بتضغط جامد جامد جامد. ماشي يا دكتور، طب ما هو يعني ما هو الانترايوتراين بريشر ده هيطلع لبره. خد بالك ان الفاسكلز دي they are not good dilator of the cervix. اللي كان جود دايليتور اوف ذا سيرفكس ضغط الامنيوتيك ممبرين، ضغط الهاد بتاع، ضغط البريزنتنج بورت. انما دي فاسكلز تتفعص، يعني كده تتفعص لجوه. فعشان كده انا خايف من هذا الانترايوتراين بريشر العالي ليدخلني في كومبليكيشن. ادي الكومبليكيشن زي ما قلنا جنرال او لوكال. كومبليكيشن جنرال معروفه قوي، حاجه من اتنين. ايه يا دكتور بقى حاجه من اتنين؟ تعالوا نشوف. كومبليكيشن بسميها لو اخدت الطريق البطيء، وكومبليكيشن بسميها لو اخدت الطريق السريع. طب ايه هي الكومبليكيشن لو اخدت الطريق البطيء؟ ادي اليوترس اهو، وادي المسل فايبرز، المسل فايبر، المسل فايبر بالمنظر ده، ادي الفاسكلز اهي، ادي الانترايوتراين بريشر زاد، يبتدي الفاسكلز دي تنسينيويت اتسلف through the muscle fibers of the uterus، تزنق نفسها وتزرق نفسها بينهم كده لغاية أما تخترق جدار الرحم تماما وتحاول تبص من الناحية التانية. يعني invading، يعني عشان كده بيسموها مين؟ invasive mole. وبص علشان ما تفتكرش ان ده نوع من المالجنسي او ان ده local malignancy اللي هو locally invasive، انا ما جبتش سيره ان هي malignant خالص. مش كده كنا بنسميه اسم تاني كوريو، فاكرين لما كتبنا هنا كلمه كوريو ادنوما؟ كوريو ادنوما ديستروينز، جايه من ديستراكشن. يبقى هي مش مالجنانت ومش انفيدنج، ده الانفيجن اللي حصل هنا ده تشينج ان بيهيفير في الاخلاق ناتج عن زياده في الانترايوتراين بريشر، مش ان هي قلبت معاها مالجنانت، لا. طب وايه الاسرع لها؟ والله الاسرع لها لو انت زودت الانترايوتراين بريشر ان الرحم مليان ساينسز. طب وايه اللي يحصل؟ الفاسيكل تهرب على طول في الساينس وتروح لازقه عن وتروح واصله عند الاكبر شبكه موجوده في الجسم اللنج، وتروح عندي عامله ميتاستاسايزنج مول، عامله بالمونري امبوليزم. وخلوا بالكم ميتاستازايزنج هنا مش معناها ان هي مالجنانت، انا ما اقولش ان هي مالجنانت، ده انا بتكلم على حاجه بناين. امال ده ايه يا اولاد؟ ده شينج اوف بيهيفير ناتج عن زياده الانترايوتراين بريشر، فيبتدي يروح الفاسكلز دي تهرب كده زي ما يكون عندك هنا ايه؟ عارفين مدفع رمضان كده اهو مثلا، وبيضرب الدانه بتاعته والدانه تكبر تكبر ايوه افتكرته، في سنه ثالثه في الباثولوجي كان اسمها دانه المدفع كانون بول ميتاستاسيز. علشان كده كاتب لك هنا ان الاكس راي مهمه، مش علشان بقى نشخص بيها زي زمان الكلام الفارغ ده، لا، ده الاكس راي المهمه للشاست علشان اقدر اعرف عندي ان هذا النوع من الكانون بول متس. وباي ذا واي هو مش هيفرق معايا حاجه، انت من المظاهر بتاعته انا اعرفها المحاضره القادمه، انك لو شلت الفيزيكلر مول هذه الفيلاي او الفاسكلز اللي هربت في اللنج هتختفي عندي لوحدها. ماشي يا دكتور.
ابتديت افهم شويه بشويه اهو، وابتديت اقفل عندي كل الايكونز اللي انت فاتحها دي. تعالوا نخش على الوظيفه الثالثه. الوظيفه الثالثه الفانكشنال يونت، اللي هي اخبارها ايه؟ اللي هي كانت طلوع الاتش سي جي. عندي هنا الفانكشنال يونت دي بزياده. ليه يا دكتور؟ لان عندي فيلاي بزياده وعندي تروفوبلاست بزياده، اذا الاتش سي جي هيبقى بزياده. طب وانت متضايق ليه يا دكتور؟ اصل الاتش سي جي ده ها افتكر شبه ال اتش. طب وال اتش هتشتغل على مين؟ على الثيكا سل. طب هنشتغل على الثيكا سل، هتدخل فيها ايه؟ كوليسترول اللي لونه ايه؟ اللي لونه اصفر. وفجاه تفاجئ عندي ان الاوفرز الاتنين اتملوا فيه حوالي 40 ل 50% بايلاترال في حالات الفيزيكلر مول. ابتدت بقى الثيكا سيلز اللي في كل الخلايا تروح مدخله جواها كوليسترول، فبقى لونها اصفر، ويتحول الى بروجستيرون، يتحول الى اندروجين، يتحول الى استروجين. بقى عندي المبيضين مليانين سيستس، وهذه السيستس مليانين فلويد، والفلويد ده مليان هرمونز استروجين بروجسترون واندروجين، وكل ده لونه اصفر. ممكن نسميهم بقى دول، هنسميهم ايه يا ترى؟ تعالى كده، اما نلاقي ان الاتش سي جي بزياده اكتر من كام؟ اكتر من 100,000. ياه، العادي عندي الافريج 50,000. هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى بايلاترال ثيكا ليوتين سيستس نسبة 40 ل 50% البايلاتراليتي ده ايه؟ ياه. وليه اسمها ثيكا؟ ما خلاص بقى عرفنا ان ال اتش الاتش سي جي اللي بيشتغل زي ال اتش بيشتغل على مين؟ على الثيكا سل، ويحولها لمين؟ ويحول فيها كوليسترول اللي هو لونه اصفر، اللي هو بيعمل عندي الهرمون الكاسكيد عندي يشتغل عادي، وكل الهرمونز دي تحوش فيه سيستس موجوده. عشان كده تلاقي مش مجرد العين اما تحط عليها ايدك تلاقي بطيخه كبيره، لا ده انت تلاقي بطيخه كبيره وايه كمان؟ وبرتقالتين. مين البرتقال؟ برتقانه يمين وبرتقانه شمال، اللي هي مجازا اللي هي مين؟ الثيكا ليوتين سيستس. وخد بالك بقى من حاجه كمان، ايه الحاجه كمان؟ ان هذه الثيكا ليوتين سيستس زيها زي الميتاسز اللي راحت لللنج، مش محتاج تتدخل فيها، هي تختفي باختفاء عندي، او انك بتعالج وتعمل سكشن ايفاكيويشن للفاسيكلز. اياك تيجي ناحيتهم. اولا they are very vascular، مليانين اوعيه دمويه وكوليسترول، لو جيت ناحيتهم هتبقى مشكله، الا في حاله واحده بس، الا لو اضطررت، الا لو جبت لك الكيس ان العيانه جايه في اكيوت ابدومن بسبب ان حصل ايه في الحاجات دي، تورشن او رابشر، ساعتها بس نتدخل، انما نيفر تو تاتش ذا ثيكا ليوتين سيستس بتاعت الفيزيكلر مول. هي تختفي لوحدها في خلال شهرين الى ثلاثه، وهذا يعني ان الاتش سي جي بيبقى كليرد من الدم في خلال قد ايه؟ في خلال عندي شهرين الى ثلاثه. بس تعالى عندي قبل ما اكمل لك بقيه قصه الاتش سي جي، نعرف الايقونه دي الانفستيجيشن عندي بقت عباره عن ايه؟ بقى عباره عن ثلاثيه. شايفين هذه؟ وفي الوسط الثلاثيه دي راحت عملت لانج. ايه هذه الثلاثيه؟ الترا ساوند، اسهل حاجه. وايه كمان؟ وان الاتش سي جي عالي، فيري هاي، 100,000. وايه كمان؟ وانك العينه ما ترميهاش، لا ده لازم نحللها، لان لو طلعت عندي باهته افاسكولار فيلاي، لا انا هنبسط. دي تبقى البناين فورم، انما لو العينه طلعت حمراء، لا تخيل بقى ان الكوريو كارسينوم عباره عن مالجنانت شيتس اوف تروفوبلاست فيري فيري فاسكولار. يعني بص هنا افاسكولار فيلاي، بص هناك العكس، افيلس يعني ما عادش فيه فيلاي، دي بقت عباره عن مالجنانت شيتس اوف تروفوبلاست مالجنانت شيتس، وفيري فيري فاسكولار، علشان كده لونها ايه؟ احمر. عشان كده الهيستوباثولوجي مهم. طب ومين اللي تقفل الثلاثيه دي؟ الشاست اكس راي اللي على اللنج. يبقى الترا ساوند، اتش سي جي، هيستوباثولوجي، وشاست اكس راي. يبقى كده خلصت هنا خانه الايه عندي؟ خانه الانفستيجيشن.
وهنا خانت عندي الكلينيكال بيكتشر السيمتوماتولوجي. الحق يا دكتور انا مغيبان الدوره وبطني كبيره وبقالي 5 ايام بينزل عليا دم تريكلين كل يوم، وابتدى يبقى عندي كوليك بين. الحق الحق في شارب اكيوت ابدومن، الحق ده بقى في عندي اكيوت ابدومن وتندرس وريجيديتي وريبانتا، يبقى دخلنا في تورشن رابشر، حسب الدنيا هتبقى عامله ازاي. طيب والثيكالويتين سيست دي والهاي الاتش سي جي ده هيؤدي الى ايه؟ الى انذر جنرال كومبليكيشن مشهوره جدا جدا، اللي هي ايه؟ اول هام حدوث البريجنسي انديوست هايبرتنشن قبل الاسبوع ال20. اما نرجع للمحاضره بتاعت البري كلامسيا هنكتشف ان لغايه دلوقتي لا نعلم ما هو السبب بتاع البري كلامسيا، بس كنت لميتها لكم في الرسمه دي ان في عندي هنا اندوثيليوم وفي اندوثيليال امبالانس بين البروستاجلاندين، وفي هنا ماسلز وقصه الرينين انجيوتنسن، وفي قصه عندي هنا التروفوبلاست. واما التروفوبلاست عندي يبقى كتير وزحمه، يعني مجازا يعني كانه بيقفش على الاوعيه الدمويه ويخليها تبقى فازو سباستيك بالمنظر ده، ويدخلني في قصه البريكلامس. ده ما يبقى التروفوبلاست ماله كتير، وكنت ساعتها قلت لكم ان في 5 اسباب لهذه، 4 وواحده كده لوحدهم. ابتديت تفتكروا 4 كانت البولي هاد، اي حاجه فيها تروفوبلاست كتير، بولي هيدرامنوس، توينز، هايدروبس فيتاليس، وموضوعنا النهارده الفيزيكولر مول، وايه اللي كان لوحده ده كان الانتي فوسفوليبيد سندروم. كانت الاستثناءات دي هي اللي كانت تؤدي الى حدوث بريجننس انديوس هايبرتنشن قبل الاسبوع ال20. زي فاكرين العينه اللي كنت بحكيها لكم بتاعت اللي حملت في توين الاكس دي، ما هي جالها نفس الكلام. طيب ليه يا دكتور؟ طبعا اكيد العينه دي هتبقى هاريه نفسها عندي من الترجيع. اشمعنى؟ لان الاتش سي جي العالي بيرتيت وستيموليت الكيمو تريجر زون، فالعيانه عندي بترجع جامد هايبر امس، ده من احد البرزنتيشنز برضه. طيب وايه الحاجه الثالثه دي؟ ليه ثايروتكس كوزز؟ لان في ستراكشر سيميلاريتي بين المولكيولز اللي عامله الاتش سي جي وبين التي اس اتش، بالذات عندما يبقى ان هاي ليفلز، فممكن ندخل عيانه في ثايروتوكسيكوزس. علشان كده هتلاقي في هنا ايقونه لذيذه كده في الساينز، اللي هو ما تنساش الجنرال كومبليكيشن اللي انا بحكي عليها دي. يعني يا دكتور شايف الساينز؟ ابدومنالي الفاندل ليفل عالي وما فيش فيتال بارس ودي والكلام اللي قلناه. فاجينالي في باسج اوف فيسكلز دايجنوستيك، يو ار سو لاكي اف يو فاوند سمثينج لايك ذات. وبلفيكلي باي مانوال اكزامينشن باي لاترال ثيكال يوتين سيست. طب وجنرالي بقى؟ حد يقدر يفسر اللي انا هحكيه ده؟ يعني انت جنرالي ممكن تجي لك البيشنت ضغطها مثلا 90 على 60 والبلس بتاعها 130 وثريدي بلس، ايه رايك فيها دي؟ دي شوكت، جنرالي شوكت من البلاد لوس، هايبوفوليميك شوك. طيب افرض لقيتها 90 على 60 والبلس بتاعها 115 ولقيت فيه اسيتون في اليورين، عارف الاسيتون ده ناتج عن ايه؟ ديهايدريشن. طب البيشنت دي بتاعت الهايبر اميسيس جرافيدارم، برافو عليك. طيب خد اللي بعديها، ضغط العيانة 160 على 110 والبلس مثلا 110 والبومين المرة دي بلس 2، دي بري كلامس، برافو عليك. ونظبط بقى قصة البري كلامس فيها. طب آخر حاجة، ضغط العيانة 160 على 100 والبلس بتاعي 140 ومفيش حاجة في اليورين لا أسيتون ولا دي ثايروتوكسيكوزس. يعني قصدي اقول لك من كل هذا الكلام ان ما انساش ان الجنرال كومبليكيشن دي معايا از اي جنرال بريزنتيشن. خد بالك ان كل ده مدخل لكيسز ممكن اجيبها لك، يعني اقول لك ان العيانه جايه بالمنظر ده ويبقى البريزنتيشن بتاعها ان واحده حامل اهي امينوري، واقول لك ان عندها ترجيع بزياده، فانت تفكر في قصه الهايبر امسيس جرافيدارم فقط. لكن انا عايزك تفتكر بقى في درس الهايبر امسيس جرافيدارم ان بقول لك في حاجتين لازم تعمل في عيانين الهايبر امسيس الترا ساوند،
ولازم تعمل ثايرويد فانكشن. بس ليه الترا ساوند؟ علشان ان انا استبعد حالتين، ترجيع مستعصي بسبب التوأم او ترجيع مستعصي بسبب الفيزيكولر مول. ولازم اكسكلود عندي الثايرويد ديس اوردر اللي هي ممكن تبقى الاستيمولس نفسها، الثايروتوكسيكوز هو الاستيمولس بتاع الترجيع. هناخد الكلام ده في الدرس اللي هناك. اوكي، يبقى نرجع لمرجعنا. الكومبليكيشنز حاجه من اتنين، يا جنرال يا لوكال. والجنرال ناتجه حاجه من اتنين، يا اما عن زياده ال اتش سي جي، يا اما عن زياده ال انترايترين بريشر. خد بالكم برضو ان التقسيمات دي هي تقسيمات ذاتيه مش بتاعت كتب، تسهيل يعني، انا اللي عاملها تسهيل فقط للشرح. طيب واللوكال كومبليكيشن نمره واحد عندي هي الهيموريدج. بالمناسبه اشهر حاجه اصلا، اشهر كومبليكيشن هو الهيموريدج. يعني هذا الدرس ما ننساش ان داخل معانا في الديفرنشال دايجنوزز اوف بليدنج ان ايرلي بريجنسي. فاشهر كومبليكيشن واشهر برزنتيشن ما هياش البريكلامس ولا الهايبر امسز ولا الانفيزيف مول ولا الميتاستاسايزنج مول، اللي هو مجرد ايه؟ مجرد كونتينيوس تريكلينج، فاكرين؟ مع كل فاسيكل بتنزل اب تو شوك، وممكن يحصل سكندري انفكشن. طب لوكالي بعد التفريغ ممكن يحصل ايه؟ ريكارنس 1 ل 2%. فاكرين اما قلت لكم الريسك فاكتورز الوحيده اللي انا اعلمها في درس الفيزيكولر مول هي حدوث الحمل في الاطراف العمر او الماضي السابق لحدوث مثل هذه المشكله. طب الحاجه اللوكال الثالثه هي بيرفوريشن، واللي مقصود بيها يا اما سبونتينيوس بيرفوريشن اللي هي الانفيزيف مول اللي اتكلمنا عليها، او بيرفوريشن اثناء ما انا بكحت العيانه، بعمل حد قال كحت؟ انا يا جماعه العيانين دول مش بيكحتوا. العلاج الاساسي زي ما انا عمال اتكلم من البدايه ساكشن ايفاكيويشن بدون تدخل، لانك انت لو كحت بتكحت في مين؟ في عجينه، فسهل انك تعمل زي ما انا قلت ايه؟ بيرفوريشن عندي وسبريد. مش كده اما بتتسال في اخر السنه ما هي اشهر كومبليكيشن؟ ما تفضلش بقى تقول جنرال ولوكال، انت دايما تعرف حاجتين، الاشهر والاخطر. وما هو دائما وابدا الاخطر على الاطلاق؟ اخطر حاجه ان الحاجه البناين تقلب ايه؟ مالجننت. طب وده بيحصل فيهم هما الاثنين؟ الكومبليت مول از كومن اند كومن تو تيرن مالجننت 5 to 10%. البارشال مول از رير and rare, very rare to turn عندي malignant. يبقى علشان كده اخطر حاجة ان العيانة بعد ما نعمل لها termination لهذا الحمل ونفرغ الفاسكلز فيه ما سيبهاش. انا خايف عندي لا يبقى في شوية فاسكلز كده مستخبيين وشوية تروفوبلاست يقلبوا عندي malignant. عشان كده القصة دي بنسميها ايه؟ persistent trophoblastic disease، persistent gestational trophoblastic tumor. عشان كده اهم حاجه عندي بعد العلاج هو الفولو اب، المتابعه، خوفا من هذه القلبه اللي احنا بنقولها. طب يا دكتور اتابع ازاي؟ انا هشوف ايه بالالترا ساوند دلوقتي؟ ما انا ما شفت خلاص، ما انت فرغت الدنيا. فاضل عندي حاجه، فاضل عندي ان اعرف ان هذه الفيلاي الصغيره بتطلع مين؟ اتش سي جي. يبقى المتابعة هي دائما عندي بي ال اتش سي جي. خلاص تعال بقى بعد ما عرفت هذا الكلام نتكلم على العلاج. واعتقد ان احنا الى حد ما قدرنا نفهم ان العلاج هيختلف حسب السن. يعني ايه الكلام ده؟ هل العيانة صغيرة ولا العيانة كبيرة؟ ومن الاخر كده العيانة الصغيرة conservative management، العيانة الكبيرة extirpative management. طيب وفي الاثنين هنعمل ايه عندي؟ هنعمل فولو اب. ايه ده في الاثنين حتى بعد الهستريكتوم يا دكتور؟ ايوه ركز معايا، انا بقول بعد الحالتين لازم، واهم حاجه فولو اب باي اتش سي جي خوفا من هذه القلب. طيب تعالى نمسك اول حاجه اليونج ايج ساكشن ايفاكيويشن عندي هتتعمل ازاي. اهم حاجه في الساكشن ايفاكيويشن ايه؟ ان البيشنت اما تيجي تخش المستشفى لو هي في ستيت اوف شوك، طب ما انا لازم احضر دم واعمل ريسستيشن.
تاني حاجة أنا خايف لا أخرمها، فلازم أو يستحسن يعني يا ريت تبقى الترا ساوند جايدد. وعندي بقى حاجة من اتنين، يا إما البيشنت إز أوريدي إن بليدنج والسيرفكس بارشلي مفتوح، الدنيا هنا سهلة. ليه سهلة؟ لأن مجرد هدخل الشاليمو بتاعتي دي، السكشن تيوب بتاعتي دي، وهشفط لبره، السيرفكس إلى حد ما مفتوح، مفيش أي مشاكل خالص. لكن افرضوا بقى السيرفكس عندي كلوزد مقفول، طب أنا هتصرف إزاي؟ يا دكتور سهلة، طب ما أنت تحط بروستاج. لا لا مش سهلة يا ولاد، أنتوا ناسيين إن أنا لو حطيت بروستاجلاندين علشان أعمل رايبنينج، هذا البروستاجلاندين ممكن يعمل إيه؟ ممكن يزود عندي الإنترا يوتراين بريشر. عشان كده هذا الكلام مش هيتعمل إلا بحرص شديد ومؤسسة وناس محترفين. لكن لو أنت مش عامل مونيتورنج للبيشنت، البروستاجلاندين تابلتس اللي بتحطها هنا ممكن تزود الانترا يوتراين بريشر وتدخلني في مشاكل. طب في بديل اخر؟ اه في بديل طبعا معروف اسمه دايلابان، اللامينيريا تنتس، اللي هي الحاجات الصغيره دي اللي بتبقى عامله زي خله السنان، الاول تخش في السيرفكس، بعد شويه تبقى هيجروسكوبك، تتشرب الماء وتدخن تدخن، تبقى عامله زي السواك التخين كده، فتوسع عندي السيرفكس جرادولي بدون ما تعلي البريشر. اوكي طب وبعد ما اشفط يا دكتور، خد بالك من المشكله التانيه، ان كل فاسيكل هتشفطها متعلقه من عرقوبها هنا زي ما قلنا بالبق بتاع السبايرال ارتري، انا متوقع هيرويك لوس اوف بلاد، هيرويك بليدنج. مش كده بقول لك لازم ابقى متحضر دم؟ وانس انك تبتدي تشفط، ابتدي بقى الاكبولكس بتاعتك، ابتدي على طول اكستوسن وبروستاجلاندنز وكل ما اوتيت من قوه، بس امتى؟ بعد ما بتنشور ان في بيتنسي للاوت واي بتاعك، بعد ما بيتفتح عندي عنق الرحم، وعارف ان انت لو ضغطت من هنا هو باكبولكس مش هيزيد عندي الانترا يوتراين بريشر. ماشي، يبقى الشرط الاولاني عندي وجود دم، والشرط التاني يستحسن يا ريت الترا ساوند، و ان انا هدي اكبولكس بعد ما افتح السيرفكس علشان اهدي الدم. طب وبعد كده؟ بعد كده عندي ثلاث حاجات. واحد، انا خايف من وجود بواقي من الفاسيكلز جوه الرحم، لازم انشور كومبليت ايفاكيويشن. ليه يا دكتور خايف من وجود بواقي؟ تخيل كده ان انت بتشرب كوبايه كابتشينو ولا نسكافيه ومدخل شاليمو، اعتقد انت فهمت بقى، فهمت انك بعد ما تشفط كل الكلام ده ببقك كده هتتوقع ان في شويه بواقي من النسكافيه والشاليمو عندي، اللي انت ساعات ناس بيطمعوا فيهم كده وبايه بيلحسوهم بصباعهم. انت بقى تعمل نفس الحكايه، انت لما تلاقي الرحم بالمنظر ده وشفطت كل حاجه اعتقد انك ممكن تلاقي فيه شويه بواقي. طب هجيبها ازاي دي يا دكتور؟ ان انا اعمل كيورات. يا دكتور ده انت لسه قايل دي ان سي غلط، علشان انا بتكلم في عجينه. يا جماعه انا ما قلتش ان هعمل دي ان سي من البدايه، دي اخر خطوه، يا دوبك كحتايه كده خفيفه. بمين؟ بدكتور محترف. جايدد باي ايه؟ الترا ساوند. بعد ايه؟ بعد ما اديت اكبولكس وخليت اليوتراين وول عندي ناشفه وقويه. وبقى انا كيورات شارب ولا البلانت؟ افكر معايا، شارب ولا البلانت؟ كلكم هتجاوبوا غلط. لا مش البلانت، بالشارب. يا دكتور ده الشارب؟ لا بالعكس، ده البلانت، علشان هي بلانت انت هتضطر تستخدم فورس اكتر فممكن تخرم. الشارب هي حكتين خفاف كده وتخلص اللي موجود من هنا. ماشي، يبقى ده التعامل مع الشك في البواقي. كل دي مش قواعد، ده انا بقول لك الشك في البواقي ممكن ما تعملهاش. طب الحاجة التانية، ابعت هيستوباثولوجي لو سمحت، وابقى فرحان لو اللون بتاع السلايد ها طلع ايه؟ باهت. هنسميه ايه؟ افاسكولار فيلاي. وهبقى زعلان لو اللون طلع ايه؟ احمر. هنسميه ايه؟ هنسميه افيلاس فاسكولار باترن. طب والشرط الثالث، شوف الار اتش بتاع البيشنت. يا دكتور ار اتش ايه بس؟ ده مش حامل في بيبي اصلا، ما فيش فيتس. لا يا ابني، التروفوبلاست سيلز تحمل برضو الجين بتاع الار اتش،
وتتعامل حسب عندي الار اتش انكومباتيبلتي عادي جدا، وتاخد الحقنه لو احنا محتاجين اكوردنج للكلي اور بيت كي سيلز اللي اتكلمنا عليه في درس الار اتش. اوكي، ادي لو البيشنت يونج. طب لو البيشنت اولد يعني حوالي 40 سنه او اكتر، هعمل ايه؟ هآثر السلامه، هشيل العلبة بالعفريت اللي جواها عشان كده يقول لك هيستريكتوم ان توتو، ان توتو توتال، بالتوتو اللي جواها، بالفازيكلز عندي اللي جواها. بس ليه هيستريكتوم في السن الكبير؟ والله اعتقد علشان حاجتين. الحاجة الاولانية ان في السن ده هتلاقي معظم الناس have completed their parity اعتقد، والحاجة التانية علشان الريسك اوف malignancy لا بيعلى قوي. يعني شوف هنا احنا كنا بنتكلم على كام؟ 5 ل 10%، هنا بنتكلم على 35%. فاخلص بقى من القصة دي احسن لك. طب يا دكتور ممكن اسألك سؤال؟ فرصة بقى والبطن مفتوحة نشيل البايلاترال ثيكال يوتين سيست اللي انا بقى يا ابني اياك تيجي ناحيتهم. اولا البيشنت لسه بدري على المينوبوز، يعني المينوبوز حوالي 50 54 سنه، انت هنا لسه او 52 سنه، لسه 40، ليه تحرمها من الاوفرز؟ وبعدين انا قلت ان الثيكاليوتين سيست دول هيختفوا في خلال شهرين ثلاثه، هو الاتش سي جي بيبقى كليرد من الدم في خلال شهرين ثلاثه، فالافكت بتاع الال اتش هيروح، فهم هيختفوا لوحدهم الا اذا حد فاكر اهو، الا اذا لو في عندي كومبليكيشن في هذه السيست، تورشن او رابشر. طب يا دكتور السؤال الاخير، بعد هذا السن انا شلت بقى اليوترس، اتابع بقى ولا ما تابعش؟ ما خلاص ما عادش بقى. يا جماعه قلنا هنتابع في الحالتين، سواء الحاله دي او الحاله دي. اي نعم طبعا اكيد الهيستريكتومي بتقلل الريسك بتاع البرزيستنت جي تي تي تقريبا 5 مرات وخمس اضعاف، لكن الفولو اب بالاتش سي جي في كلا الحالتين مهم جدا جدا. هنتابع ازاي؟ هنتابع بعد التخلص سواء بالتفريغ او الهيستريكتومي كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع. لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه اما ابقى نيجاتيف. كل اسبوع لغايه اما ابقى نيجاتيف. نيجاتيف كم مره؟ نيجاتيف عندي 3 مرات. كده بقينا في الامان. طب خف بقى على عينه شويه وتابع كل قد ايه؟ كل شهر كل شهر كل شهر. لمده قد ايه؟ لمده 6 شهور الى سنه. على فكرة الدنيا اتطورت، يعني ده انا ايام ما انا كنت نايب كانت المتابعة دي لغاية 2 years، دلوقتي بقينا بنقول 6 شهور لسنة. وخد بالك من حاجة، في الفترة دي بتاعت المتابعة ممنوع تماما تماما الحمل. ليه يا دكتور؟ لسببين. أول سبب، هي لو حملت مين اللي هيعلى؟ الـ HCG. طيب إيه بقى الرعب ده بقى؟ إيه اللخبطة والكونفيوجن ده؟ هو الـ HCG عالي بسبب الحمل ولا الـ HCG عالي بسبب persistent GTT حصل لي؟ طيب والحاجة التانية ان ممنوع الحمل، لان لو حملت عندي في الفترة الاولانية دي اول 6 شهور لسنة نسبة الريكارنس عندي عالية. خلاص يا دكتور سمعت الكلام، ممنوع الحمل اول 6 شهور لسنة على الاقل. طب ممنوع الحمل ازاي؟ تعالوا عندي نستخدم اشهر وسيلة موجودة وهي اللولب. ممنوع ليه يا دكتور؟ ممنوع اللولب لان اشهر كومبليكيشن للاي يو سي دي هي حدوث الريجلر بليدنج، فانت برضه هتبقى كونفيوزد، يا ترى الريجلر بليدنج ده بتاع لا قدر الله الكوريو كارسينوما ولا بتاع اللولب؟ هو بتاع مين بالظبط؟ والقاعده كانت بتقول لي ايه؟ any irregular bleeding after recent termination of pregnancy is considered choriocarcinoma until proved otherwise. اي نزيف مستمر بعد اي انهاء للحمل، على فكره فيزيكلر مول ابورشن فول تيرم اكتوبيك، اي irregular persistent bleeding لازم على طول تشك في الكوريوكارسينوما وتعمل اتش سي جي على طول عشان تستبعد هذا الموضوع. بلاش لولب يا اولاد بيعمل بليدنج، امال نستخدم ايه؟ سي او سي. صح، بس مشكله السي او سي ان هو الاستروجين كومبوننت بيأخر شويه
الكليرنس بتاع الاتش سي جي من الدم، يعني ما بيرجعش الكليرنس من الدم الاس سي جي للنورمال في خلال شهرين ثلاثة، لا ممكن يتأخر شوية. عشان كده في بعض الكتب بتقول اول شهرين ثلاثة ميكانيكال ميثود زي كوندوم مثلا لغاية اما او سبيرميسايدل، اي نعم هي وسائل مش قد كده ونسبة الفيلير فيها عالية، بس هي نبعد عن الهرمونات لغاية اما الليفل يوصل لزيرو شهرين لتلاتة، بعد كده نستخدم مين السي او سي نكمل بقى بيه الست شهور او السنة زي ما احنا حابين. وطوال هذه الست شهور متابعة خوفا من ايه؟ خوفا من حدوث كوريو كارسنوما. اللي هي هعرفها ازاي؟ هعرفها لو حصل persistent irregular bleeding، لسه قليلين نخاف من الكوريو كارسنوما. لو حصل العيانة ابتدت يجي لها hemoptysis evidence of metastasis بالذات اللانج. انما اهم حاجة عندي بعرفها قبل حدوث هذه الحاجات هو ال HCG الكيرف بتاعه. شوف هذا الكيرف الجميل، حاجة من ثلاثة: واحد ان هو يعلى rising، يعني تعريف ال WHO بتاع rising ان هو اما اقيس ثلاث مرات ورا بعض الاقيه عمال بيزيد اكتر من 10%، او الاقيه بلاتوينج زي ما هو ما بيقلش الاس جي مع المتابعه والتعريف برضو ان انت عمال بتلعب بلس اور ماينس 10% من الارقام مش اكتر من كده، او كان قل بقى نيجاتيف ورجع تاني عالي بقى مين بقى بوزيتيف. اي حاجه من الثلاثه بتوع الكيرفات دول اللي هو رايزنج او بلاتوينج او بيكامينج بوزيتيف افتر بينج نيجاتيف على طول اشك في مين كوريو كارسنوم. وما تخافش بالمناسبه، لان ساعتها ندي اشهر واسهل دواء للكوريو كارسنوم، علاجها الى حد ما سهل على فكره، كيموثيرابي ميثوتريكسيت او ممكن الاقل منه سميه على الليفر والكيدني الاكتينومايسين دي. يعني سهل السيطرة عليه؟ اه سهل السيطرة عليه بإذن الله لو لقينا حاجة زي كده. طب دكتور، طب ما أنا عندي رأي بعد إذنك يعني، طب ما نديه بروفلاكتيك، إيه رأيك؟ مش فاهم، أدي الميثوتريكسيت بروفلاكتيك أثناء ما أنا بعمل هيستريكتومي أو أثناء ما أنا بعمل ساكشن إيفاكيويشن، بروفلاكتيك كيموثيرابي. والله هي فكرة جيدة، بس خد بالك ان الكيموثيرابي ده له تمن، له عندي سايد افكتس، فمش هيتعمل لأي حد. امال هيتعمل لمين يا دكتور؟ هيتعمل للناس اللي هم هاي ريسك ان يجي لهم كوريو كارسينوما. عارف مين دول؟ خد عندك الاربع جروبز دول: واحد الاولد ايج اكتر من 40 سنة، اتنين ان تلاقي عندي لارج يوترس، تلاقي الفاندل ليفل عالي اكبر من الامبيليكس اكتر من 20 اسبوع. الاستثناء الثالث للكيمو ثيرابي انك تلاقي الاتش سي جي بزياده اكتر من 100 الف. الاستثناء الاخير او الريسك فاكتور الاخير انك تلاقي عندي الثيكاليوتين سيستس اكتر من 6 سنتيمتر. يبقى عندي 4 شروط للبروفلاكتيك كيموثيرابي: ان البطيخه تبقى كبيره قوي اكتر من 20 اسبوع، الثيكاليوسيست يبقوا كبار قوي كل واحده اكتر من 6 سنتيمتر، ان سن العيانه يبقى عندي كبير او الاس جي يبقى فيري هاي. ساعتها انا موافقك انك ندي هذا الميثوتريكسيت بالطريقه اللي هناخدها باذن الله في الدرس القادم بتاع الكوريو كارسينوما، ونعرف مع بعض السايد افكتس بتاعته وازاي بيشتغل ويعني ايه الفولينيك اسيد ريسكيو باذن الله. ارجو انكم تكونوا استفدتوا، وشكرا.